يا خالقنا يا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا ويا غاية رحمتنا نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله انسى عفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك وكرمك أن تكتبنا من عتقائك من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام